افضل منا، حظنا دائما احنا الاصعب. هيك هيك النفس البشريه دائما بتفسر. والجهه الثانيه شو بيقولوا؟ نفس الشيء. فالجلسه والجلسه الثانيه عشان تتحاربوا من بعض من كان حاله اسهل. تمام. كل واحد رح يحكي بحاله كان اصعب. وفي ناس رح يحكوا اسهل. آية صرصور، أحمد ياسين، آية ظاهر موجودة، إسراء بريك موجود، أدهم حمدان نعم، مين؟ أسمهان موجودة، إنجي سلام، إهداء يحيى موجود، إيمان مخلوف، إيمان غياب، آية يمك، آية تالا خالد، تالا مناضل موجود، تسنيم تالا عوني وتالا مناضل وتالا فادي موجودة، تسنيم، تسنيم جميلة موجودة، جنى موجودة، جود، جود
حسان مشعل موجود، حسين موجود، حلا حلا، حمزة موجود، خالدية موجودة، داليا موجودة، دانا هيني، دانا غشاش هيني موجودة، دانيا موجودة، ديما موجودة، رؤيا موجودة، ريال موجودة، رشا أو رشا رضا رضا، رهف ريهام زين موجود من السكول ريهام زين زينة موجودة، سارة سالي سامر سلسبيل موجودة، شذا موجودة، شه بجاجلة، ضرار موجود، عامر عبد اللطيف عبد الهادي عبد الوهاب، فارس فاطمة فايزة كاظم لارا لارا مصري لارا قينو لجين لما ليان لين محمد أبو عيدة محمد أسعد موجود محمود أبو سيف محمود مرح قشوع مصطفى خالد مصطفى معاذ ميار حبش ميار فار ميار زيود ميار ميسون نجمة نغم نور شعبان نور خطيب لا مش نور نوران هبة ياسر بس يفتح زوم عشان يسجلها لما تطلع فاهم خلص يعني دوم مش مراجعة.
من النير كنا ما تخلصوا. هو أهم عصب إنه أهم عصب لأطباء الأسنان، وهذا العصب راح يتكرر معنا في الأنستيزيا، في اللوكال أنستيزيا، ونحن ندرسه على يعني السنة الثالثة راح تخدوه فصل ثاني. أنتوا هذا سنة ثانية. فصل ثاني سنة الثالثة راح نعاود نعمل مراجعة للمحاضرتين هذول عشان إحنا ندخل على طول مشان يصيروا تعطوا إيش. أنستيزيا تخدير، فلازم تكون تشريحيا عارف كل إشي، وما راح تكون المراجعة سريعة بما إنكم أنتم راح تكونوا تعرفوا الأناتومي كويس. فركزوا لنا اليوم في محاضرتنا. طيب خلينا نعمل شيء شير، ويا ريت اللي ما والله يهدو والله أصلاً بلشت أنا Thank you.
يعني بيطلع لي مايكروسوفت على الاكتوب لو عندنا ساعتين طيب وين اللي كيف اللي كان نظام بصراحة بدون ما نرسم صعب جدا انك تقدر تركز معي صعب صعب لازم نرسم ارسم على اللوح وارفعها واذا عجبني هاي ما هي بصير يعني راح تيجي على السقف بس لا في نت ولا في اشي ارفعونا ال ارفعوا خلينا نرسم احسن نرسم شايفين الاوربت فاضي نرسم بونص ثلاث علامات اللي دكتور 500000 فكره صارت اليوم طيب نعرف الروتوندو تبهو سوبير الاوربيتال فيجر وانفير الاوربيتال هون مش الفيجر تحت شايفين هاي تحت مزبوط وهون عنا روتوندو هاي فتحة الروتوندو اللي هي لما نقيم السكال من هون نلاقيها وين هيها روتوندو صح؟ طيب وهي اوفالي وهون سوبير الاوربيتال فيجر وهون سباينوس مزبوط اجت على خلاص يا عم المهم بمسح هذا بعاود ولا طيب هاي عندنا تريجيمينال عندنا الجانجلون بيطلع واحد وين اوفثالميك الثاني ماكزيلاري والثالث على الواحد واحد على السوبير اوربيتال فيجر تحت الثاني على الروتوندو والثالث ايش على الاوفالي هذا بيفتح على الاوربت هذا بيفتح على تريجوبالاتان فوسا وهذا بيفتح وين على الانفراتمبورال فوسا هلا مش راح اشرح هدول شو هم لكم انتم عارفين تمام طيب
لما نشوف الاوربت الاوفثالميك من وين حكينا بيطلع؟ خلينا جاي على الجهه الثانيه بيطلع من هون صح؟ هذا ايش؟ المكزيلري الاوفثالميك نيرف هو ايش؟ سنسوري. حكينا تراجي من النيرف هو ميكست، الاول سنسوري الثاني سنسوري والثالث اللي هو مانديبولار ميكست موتور اند سنسوري. هاي عندي الايش؟ الاوفثالميك نيرف. طلعوا البرانشز كيف بدهم يطلعوا. اول برانش وين؟ شو عندنا هون فوسة؟ لاكريمال جلان. بروح على اللاكريمال فاسمه لاكريمال ايش؟ نيرف. هاي نيرف الاول احفظوه، هاي واحد ومختلف شوي عن الارت، تتذكروا ما حطيناهم مع بعض. هاي الاول. الثاني بيمشي مع الروف، مع الروف اوف ذا اوربت اللي هو ايش الروف عندي هون اسمه هذا؟ فرونتال بول صح؟ فسميناه فرونتال نيرف. والفرونتال نيرف بيطلع منه شغلتين مهمين، تو برانشز، واحد من الفوريمن اللي هون والثاني من النوتش اللي هون. فبيعطي سوبرا اوربيتال وبيعطي سوبرا تروكليار. وين بيكملوا؟ بيطلعوا لفوق صح؟ وين بيعطيني احساس بالمنطقه هون اللي عند الفيرتكس تقريبا للنص، في ناس لهون في ناس لهون حسب كل واحد لوين بيصل معاه النيرف. يعني منطقة الفرونتال الميديال سايد هون بيجي من السوبرا تروكليار، واللاترال هون بيطلع من ايش؟ من السوبرا اوربيتال. تمام؟ لأن السوبرا اوربيتال مور لاترال ذان يعني لاترالي تو ذا ايش؟ تو ذا سب السوبرا تروكليار. ليه السوبرا تروكليار؟ هون في عندنا تروكليار صح؟ مضبوط. تروكليار اللي بتمسك عليها المصل السوبيريور اوبليك مصل صح؟ فهي تروف السوبرا تروكليار. ليش؟ لانه هلا راح يكون في عندنا وحده اسمها انفرا تروكليار. هذول سهلين يعني الاحساس. هاي المنطقه لما انا اعطي اغز هون هذا كل الاحساس في منطقه الفور هيد هاي و الايلد الابر ايلد مش اللور. الابر ايلد بياخذ من وين؟ إن عندي الايلد هون نرسمه هيك تمام؟ هاي الايلد اوكي؟ المنطقة هاي بيجيها احساس من وين؟ من اللاكريمال. المنطقة هاي بيجيها من السوبرا اوربيتال، والمنطقة هاي وين بيجيبها؟ السوبرا تروفي يعني مفهومة اوكي؟ طيب شو عندي كمان؟ مساء في محل منهم بيجي من هون من هون من اللاكريمال من الجنب. اللاكريمال وين تيجي؟ على الجنب صح؟ فبعطيني احساس هون صح؟ لاكريمال هون كمان ها؟ فايش من هون؟ من هون وضحت؟ يعني هيك مش راح اسالكم يعني من وين بالضبط الا في اذا في الانكمبليت صراحه يعني ها؟ بجيب لك وين بدي بجيب لك الكانتوس الميديال هذا من وين اللي بتصلح؟ يلا تفضل قولي نرفش تفكرش انك انت قادر انك بتعرف شيء انت لسه يعني اوكي بتدرس اوكي بس ولا شيء لسه. كمان مره نرجع وفن بعطيني لاكريمال صح؟ عندي لاكريمال جلاند بعطيني فرونتال وينقسم الى سوبرا اوربيتال سوبرا تروكليار. طبعا هو نفس الشيء اوكي. وفي عندنا الثالث اسمه نيزو سيلياري. سيلياري تعرف سيلياري بادي حكينا في الاي صح؟ كلمه سيلياري يعني عين. راح مش العين نفسها الاي بول بدها انرفيشن احساس فيها، وخصوصا انه اكثر مكان بحس بالعين القرنيه. مشان هيك لما تدخل حبه رمل او شيء بوجع كثير صح؟ ليش؟ شو اللي طالع لبرا؟ الكورن. عرفت شو الكورنيا؟ اوكي الكورنيا هي في احساس عالي. ففي عندي
إشي اسمه النيزو سيلري. النيزو سيلري بيعطيها، بنعتبر هاي العين. أوكي هاي جوا، نعطي نيزو وبتروح هون عند ونختم عند هلا بنكمل سيلري. هلا سيلري، كلمة سيلري منا في عنا شورت، بديش كم واحدة شورت شورت، وعنا لونج سيلري. خلص اللونج بتيجي وين؟ لونج من ورا لقدام لوين؟ لعند الكورنيا، صح؟ أبعد إشي كورنيا، صح؟ أكتر إشي أنتيرير، صح؟ فهاي اللونج بتروح هناك. الشورت على الأيبو، تمام؟ لأنه في شورت في يعني أنواع، وخلص مش وقته. فبعطيني إيش إحساس لمين؟ ده الأيبول. مش إحنا الموتور درسنا، صح؟ الثلاث عصب وكيلو موتور وأبدوسن، صح؟ ودرسنا الأوبتيك البصري، وهي إيش؟ السنسوري، صح؟ هذا هو السنسوري، بعطي إحساس العين. من وين؟ من الترجي، من النير، من أي فرع؟ من الأوفثالميك. من أي واحد من الأوفثالميك؟ مش اللاكريما ولا الفرونتال، وإنما النيزو سيلري. كلمة سيلري، صح؟ خلصنا. طيب الثاني النيزو سيلري شو؟ طلع بيمشي، نتفرج هيك هون. في عندي هون بيمشي على الميديال وول، ميديال وول اوف ذا اوربت، وبيمشي لقدام. في عندي هون فوريمن وفوريمن، صح؟ صرتوا تعرفوهم، اثمويدال باستيريال وانتيريال اثمويدال. بيعطي باستيريال اثمويدال نيرف، وبيعطي انتيريال اثمويدال نيرف. الباستيريال مشان يروح على الساينس، على السفينود ساينس. ها هلا مش راح امسكك وامسك لك فيها 100%. هاي اذا بتيجي على الانكومبليت بقول لك السفينودال ساينس من وين الانرفيشن، وبجيك على الاثمويدال ساينس، على الانتيريال وعلى الميدل وعلى الباستيريال على الاحفظ والفرونتال ساينس، صح؟ لانه هذا كمان بعد الفرونتال ساينس انا ما شرحته، مزبوط؟ في ساينس بيعطي كمان الفرونتال ساينس، مزبوط؟ بس انا ما حكيت على الانكومبليت، بجيب سيرته مكتوب بالكتاب درسته، صح؟ مزبوط؟ فهمتوا؟ فشدوا لحالكم، الانكومبليت بجيب لك ايش ما بدك، بس انا هون بدي اياك تركز معي مشان انت تطلع لسنوات لقدام وتحمل معك ماده محترمه وشيء مفيد لك. طيب استير الاثمويد، انتير الاثمويد، وشو بعدين؟ بكمل شو بيعطي؟ انفراتروكليا. هاي سوبرا تروكليا، هاي تروكليا سوبرا، وهاي انفراتروكليا. بروح انفراتروكليا على منطقة الكانتس هون، وعلى منطقة النوز من هون. الانتيرا الاثمويد مش دخل جوا؟ مش دخل؟ كمان بيطلع عند طريق فرامين صغار هون، صغار اذا انتبهتوا مرة كان موجودين، ايش مسوا؟ وبيعطوني كمان ايش؟ للدورسوم، طبعا الدورسوم وذا نوز، هذا من هون ومن هون انفراتروكلير، صح؟ انفراتروكلير والدورسوم اوف ذا نوز، يعني بيطلع وبيمشي النيرف مع النيزل كافيتي. شوف تخيل، وبيعطي نيرفيشن للنيزل كافيتي اللي هو الانتيرير اسمه، وبيطلع على الدورسوم اوف ذا نوز. فالاحساس هون من وين بيكون؟ من الأوفثالميك نيرف. وضحت؟ فاهمين؟ يعني خلاص تاني بسرعة كمان مرة، أوفثالميك نيرف بيعطيني 3 نيرفز، لاكريمال بعطي سنسوري انيرفيشن، صح؟ فرونتال على الروف اوف ذا اوربت، وبعطيني ايش؟ سوبرا تريوكليا، طبعا هون اكثر سوبرا اوربيتال و سوبرا تريوكليا. الثالث نيزو سيلري، نيزو سيلري. اوكي هيك النيزو شو عندي؟ شورت سيلري، شورت ولونج سيلري. لونج اطول واحد من ولا قدام، اطول واحد بس لوين؟ لاخر العين اللي هو ايش؟ الكورنيا، تمام؟ وعندنا اللي هو بيروح النيزو، اللي هو عندنا النيزو سيلري اللي هو بيعطي استيرال اثمويدال انتيرال اثمويدال نيرف، وبعطيني انفرا تروكليا، هاي تروكليا انفرا تروكليا، و ايش؟ دورس النيزل. لا هي طلعوا خلص، احنا بنحكي سوب، نحكي بس انفراتروكليا.
الانتيرير سفينويدال بيمسك مع النيزل كافيتي وبيمشي. واذا بدنا نرجع للنيزل كافيتي للانيرفيشن، اذا بدها توسع اكثر بالنيزل كافيتي اللي درسناها في الانيرفيشن والبلد سبلاي رح نحكي عنه. انا ما رح اوسع كثير الماده عندنا، انتم مش ماخذينها على فصل، بقدرش اضغط طول المعلومات هاي بايش اللي قبلكم اعطيناها اياها. هل هي مهمه كثير لطب الاسنان؟ لا، بس المهم اني اعرف انه ايش النيزل كافيتي الانيرفيشن تاعها بيجي من وين؟ من الاوفثالمك، وبيجي كمان من وين؟ من المكزيلري اللي قدام، صح؟ تمام؟ يعني عندنا معلومه، يعني ترى تجي من النير، اوكي؟ بس هيك المعلومه هي اللي اياها. تمام؟ من الانتيريور اثمويدال بيطلع على النوز من هون، اوكي؟ على الدورس وخلص، بس هيك. انفراتروكلر بعطيني هون، صح؟ الانفراتروكلر هو كلهم من ايش؟ من نيزو سيلياري، فكلمه نيزو وسيلياري، تمام؟ هيك هيك انت بتقدر، خلص، بدناش اكثر من هيك. بدناش اكثر من هيك. هاي خلصنا ايش؟ الاوفثالميك اللي هو يعني مش اهم شيء لطبيب الاسنان، صح؟ بس هو مهم لانه مرات بتخدر شيء بتلاقيه بحس انه عينه ايش تخدرت، صح؟ بس تصير الاثمويدال، انتيريور اثمويدال وانفراتروكلر. اوكي؟ طبعا في عندي فيديوهات فيكم هذول، تفتحوا هذا بيكون يعني. هلا بدنا نروح على ايش؟ على المهم المكزيلري. المكزيلري خلينا نفتح المكزيلري. هاي روتوندوم شايفينه؟ طيب الروتوندوم وين في؟ شو في جوا هون؟ فوسه، صح؟ انتبهوا، هاي من هون نشوفها، هاي شايفينها؟ هاي الفوسه تيريجو بالاتاين فوسه، تمام؟ طيب شايفين هون؟ هاي نزل النيرف المكزيلري، طلعوا عليه، طلع النيرف المكزيلري على الانفرا تمبرال فوسا. شو اعطاني؟ طلع بدي انزل عصبين منه هيك ويعطيني ايش؟ الكره السحريه. شفتوها امبارح محاضره امبارح تيريجو بالاتاين فوسا، لما حكيناكم عن تيريجو بالاتاين جانجليون، هذا الجانجليون مهم جدا. هذا الجانجليون ليش؟ كل الفتحات اللي امبارح شرحناهم، فارينجال، تيريجويد، سفينو بالاتاين، انفيرال اوربيتال فيشر، مش انفيرال اوربيتال فيشر، بتطلع عليه من هون، صح؟ بتطلع بتشوف الانفيرال اوربيتال فيشر، بتقدر تدخل عليه، صحيح؟ وشو كمان تحت بينزل منه؟ الجريتر بالاتاين والليسر بالاتاين كانال، صحيح؟ امبارح فيش حدا فاتح المحاضرة شكل. هلا هون انا ماليش دخل. ليش؟ ما بطلتوا تربطوا هلا. بطلتوا عشانكم مش دارسين تيريجو بالاتاين فوسا، مش دارسين، خلص ما راح اقعد اقول لك هلا شو الفتحات وكيف كل فتحه بتفتح. ما هي مشروع، ما هي مشروحه. في عندنا افتحي لي على المحاضره امبارح على الباوربوينت، باوربوينت في حد عنده باوربوينت؟ افتح لي اياه بس محاضرتي. محاضرة امبارح تيريجو بالاتاين فوسا اللي هو انفرا تمبورال تمبورال انفرا تمبورال تيريجو بالاتاين. وفي عندي الفتحات اللي من تيريجو بالاتاين، شو في فتحات ثقوب فيها وقنوات، هاي مهمة. اعطيني اياها. هاي محاضرة هاي سمشوا هاي الرسمة، طلعوا عليها شايفينها؟ ذكرتوها؟ شو عندي فتحات من جوا بتيريجو بالاتاين؟ أول فتحة من نتذكرها، بتتذكروا التيريجويد كانال؟ أنتوا هلا خلصتوا سكال، فأنا بحكي معك تيريجويد كانال، تتذكروا؟ بيفتح من ورا، هي أطول واحد، صح؟ تيريجويد كانال بيفتح وين؟ من البيز أوف ذا تيريجويد بروسيس، صح؟ بالاكستيريور كرينيال بيز. وين بيمشي؟ بيمشي لقدام وبيفتح وين؟ بالتيريجو بالاتاين فوسا. ها
تمام، هاي واحدة. الثانية في عندنا روتندوم، روتندوم عارفينه هو بيفتح عليها صح، هاي الثانية. الثانية عندنا فارينجال كانال، في قناة صغيرة تصل لوين؟ الفارينكس للبلعوم، مش كتير مهمة بس هاي احدى القنوات. في عندي القناة الكبيرة اللي بتنزل تحت وبتعرفوها البالاتاين، جريتر بالاتاين كانال صح، واللي بيفتح ايش جريتر بالاتاين فوريمن، بيطلع فرع كمان ايش جريتر ليسا بالاتاين فوريمن فورامينا صح. وفي عندي ايش المغارة هاي الصغيرة، لما تطلع لقدام انتيريور عندك شو قدامك؟ قدامك المكزيلا صح، التوبيروزيتي مظبوط، او تطلع لما ترفع راسك تطلع هيك بتلاقي ايش انفيرير اوربيتال فيجر صح، تشوف حالك وين. لا فهاي بدك تطل، بدك تطلع هيك تلاقي حالك ايش تطلع هيك هون، تطلع لفوق تلاقي حالك في ايش في الانفيرير اوربيتال فيجر. بدك هيك تتخيل، فبده يطلع هناك لانه هلا النير بده يمشي هيك، تضحك النير بده يمشي هيك تمام، بده يطل وبده يمشي. وضحت هاي سهله، هاي سهله الصوره مين اوكي. طيب هاي الجانجلون، طيب الجانجلون هذا شو بده يجي طلع؟ مش عندنا من هون هاي بتيريجويد بروسيس صح، هون تكون طبعا غطي عليها صح، في الميديال هاي، في عندي هون قناه صح، هاي القناه وين بتروح على هون صح مزبوط، اللي هي بتيريجويد قناه مزبوط، فبده يروح على نيرف ايش، مش بده يروح نيرف، بده يجيها نيرف، هذا مهم النيرف اسمه بتيريجويد نيرف او فيديان نيرف في كتب ثانيه. البتيريجويد نيرف بده يجي من مكان هون راح نحكي فيه بعدين، ومهم هذا النيرف ليش بعدين بشرح لكم، لانه بيعطيني سمباثيتك باراسمباثيتك انرفيشن قدام هذا بحكي لكم فيه. فهذا بيعطيني ايش، بي في نيرف بده يمشي هون اسمه بتيريجويد نيرف، بده يشبك مع مين؟ مع الجانجلون، توصيله بده تروح على الجانجلون هيك لنفضل. بعدين الجانجلون شو بده يعطيني؟ طبعا هذا المكزيلري صح، هذا الاساسي بعطيك جانجليون، وين جانجليون شو بده يعطيني؟ بده ينزل وين؟ يعطيني جريتر بالاتاين نير صح. طيب في فتحه ما مش موجوده هون لما هلا شرحناها، تذكروها من التيرجو بالاتاين فوسا، لو اطلع قدام وين بخبط عيني قدام في الفيرتيكال بليت او بالبيكولار بليت اوف بالاتاين بون صح مزبوط. وهون قلنا بين البالاتاين بون والسفينويد في عندي فتحه سفينو بالاتاين، والسفينو بالاتاين بيدخل وين عندي الكبد صح، فعندي في نيرف بيروح ايش عليه اسمه سفينو بالاتاين، مرات بسموه سفينو بالاتاين، وبعدين لما ينزل وتذكروا وبيمشي على فلور اوف ذا نوز ومع السبتم، وبعدين تك بيخترق وبينزل از انسايس او از نيزو بالاتاين نيرف من الانسايس فوريمن صح. فهمتوا؟ هذا درسناه فرجيناكم من الطريق، هلا بنعاود نعيده. وفي عندنا ايش؟ هاي واحد هون، وفي عندنا فارينجل مش كثير مهم، عندنا راح سفينو بالاتاين او نيزو بالاتاين، نيزو بالاتاين اخترق السفينو بالاتاين فوريمن تمام، واحنا النيزو بالاتاين عارفين اخر شيء وين بده يمشي، بيمشي فلور اوف ذا نوز او بيمشي مع السبتم وبعدين الفلو وينزل وين وقلالين ويفتح بتوين ايش انسايزرز مزبوط باليتالي انسايز فوريمن بيطلع من هناك. هذا من وين اصله جاي؟ من الجانجليون اللي اصلها من وين؟ المكزيلري صح، المكزيلري نيرف هو اللي عامل الجانجليون محسوب عليه يعني طيب. وفي عندنا الاساسي وين؟ لا مش من هون، النيرف هذا الاساسي بده يدخل وين؟ على الفلور اوف ذا اوربت. وضحت؟ وين بده يدخل؟ على الفلور، مش الروتوندوم تيرجو باراتاين فوسا، بعدين بنط وين؟ على الانفير اوربيتال فيجر. فاهمين ولا لا؟ مهم على الفلور. اول ما بيدخل بروح بيعطي برانش، هاي
خلينا هي مرسوم لكم رتون بالآ جوا أعطاني الجانجليون جوا، وبعدين هذا الحز اللي هون هذا الفيجر اللي هو إيش inferior orbital فيجر، تمام inferior orbital هاي superior هاي الأوبتيك. طيب هاي هون مش النيرف، وبعد ما أعطى الجانجليون جوا هناك طلع، المهم طلع لي هون، طلع وين؟ على الفلور of the orbit صح؟ الماكسيلري نيرف. أول ما دخل على العين هون شو أعطاني؟ طلعوا بدي روح بدي يعطيني على الزيجوماتيك. زيجوماتيك نيرف. زيجوماتيك إيش؟ في شغلة بس نسينا نقولها. وهو طلعوا. بس خلينا نرجع خطوة. ارجع بس خطوة هون. مهمة. وهو هون. انتبهوا كويس. بدي اعمل لكم ايش؟ بدي اعمل لكم بدي اعمل ماندبل، تمام؟ انتبهوا. هاي من الماندبل، اوكي. مشان بس افرجيكم الشغلة. طلع. هاي بتيرجو باراتاي في وسطها صح؟ هذا الفيجر. شو اسمه هذا الفيجر؟ تيريجو ماكسيلري فيجر، هاي المكزيلا صح؟ هذا السيرفس كله انفرا تمبورال سيرفس، هاي الوزدم توث الابر صح؟ وهي السكند مولر، اوكي؟ طلع وهو جوا مش قلنا مشى روتوندوم وعطى جانجلو ابصري صح؟ هيك هاي العصب طلع. العصب طلع من روتوندوم ومن وين دخل هون؟ من انفير اوربيتال فيشر صح؟ واعطاني هون جانجلو صح؟ والجانجلو حكينا عنه. من هون من نفس النيرف بيطلع اشي مهم جدا ولا تفرعات وين تنزل لوين طلع لوين تنزل لهون تذكروا في فرامينة هون صح خلينا نربط اللي مش عارف الفرامينة خلص الفرامينة اللي في الانفراتمبرال سيرفيس اوف ذا ماكسيلا او نقول في التيوبيروزيتي اوكي مش مشكلة تمام في عنا فرامينة هدول ينزلوا وين على الفرامنة شايفين؟ ليش؟ مشان يخترقوا العظم ويروحوا جوا العظم على وين؟ هاي في عندنا وزدم هون عندي ايش؟ سكند مولر هون عندي ايش؟ فيرست مولر اسمهم هدول اللي من المكزيلري مش من الجانجليون تمام؟ من المكزيلري نيرف اسمهم باستيريا superior alveolar nerves شو كلمة alveolar؟ أي كلمة معناها طب أنتوا لما بدكم تخدروا أسنان كله راح تصيروا تخدروا في المستقبل الالفيولار غالبا يعني عشان تخلع السن يعني النيرف اللي رايح على الالفيولاس صح؟ طب شو الالفيولاس؟ شو الالفيولاي؟ شوف جواتهم الأسنان لا هو سكت هو شو فيها؟ التيث صح؟ فبروح هناك العصب بدخل في عصب السن نفسه اخر اشي التيرمينال الو الدنتال بلكسس تمام فراح يعطيني باستيريال لانه المنطقه الخلفيه سوبيريال لانه الفك العلوي لانه راح يكون في عندي انفيريال اوكي باستيريال سوبيريال الفيولار بروح على الاسنان نيرفز وضحت شو بيعطوني طلعوا طيب هلا رتب لي المعلومات بيعطوني انيرفيشن للاسنان نفسها للويزدم وللسكند مولر هذا حفظ وللفيرست مولر بس مش كل الفيرست مولر الفيرست مولر كيف بنرسمه بنرسمه مش كثير شاطر بالرسم عندي هون روت صح البلاتا صح عارف هاي بس دخل بالرسم اوكي هاي قناة هاي قناة هاي وين شامبر يعني اوكي هو هيك صح طيب هذا النيرف اخر شيء وين بوصل؟ بوصل لهون صح؟ مزبوط؟ طيب وين بوصل؟ بالنسبة لهذا الفيرست This is the first مولر لوين بحصل؟ لا الديستوباكل والبالاتال
هذا العصبين اللي هو جايات من وين؟ من الباستيريال سوبيريور. الميزو مش من وضحت؟ الميزو راح يجي من الميدل، لانه قلنا في باستيريال راح يكون في عندي باستيريال سوبيريور الفيولار نير، عندي ميدل سوبيريال الفيولار نير، وفي عندي ايش؟ انتيريال. هيك خلص شفت كيف؟ فهلا بنحكي عن الباستيريال، وعرفنا الباستيريال كيف النيرفز اجوا كيف طلعوا. يعني بالمستقبل عشان انا اخدر بدي اخدر هذا وهذا واعمل بلوك، تذكر البلوك تك بلوك هون كلها صح تخدر انفلتريشن حواليها. اذا بعمل جنب السن هون انفلتريشن بقدر اخلع هذا السن يدخل جوا الدوره مثلا صح. لو بدي اعمل بلوك اخدر هذا وهذا وهذا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل هون قبل ما يدخل بالفرامل اعمل له ايش انستيتك مشان ايش بلوك اخدر واحد اثنين ثلاثه. فهمتوا المبدا؟ فلازم تكون فاهم وعارف الاناتومي كويس عشان لما نروح على الانستيزيا تكونوا جاهزين. فعندنا الباستيريال سوبيريور الفيولار نير بيعطوني انرفيشن لا للتوث لنفس التوث، يعني وين؟ يعني البلب ماشي، يعني احساس السن منه بيجي. لانه لما بدنا نحكي عن لما بدنا نحكي مستقبلا عن العلاجات نخلع السن ولا هذا راح نحكي. اذا بدي اخلع السن شو راح اخدر؟ بدي اخدر السن نفسه واحد، بدي اخدر اللته اللي على السن من برا اللته جنجيفا، واللته من وين؟ من جوا. مش راح تنمزع اللته صح؟ مش راح. فبدنا نخدر السن في الالفيولار نير، وبدنا نخدر اللته بكالي ولينجوالي. إذا بدك تحشي سن لحاله وتعمل له حشوة كافيتي بدون ما تحط ربر دام بدون ما تحط بدون ما تصيب اللتة، فأنت محتاج فقط إنك تعطل إيش؟ الألفيولار نير. هلا رح نحكيكم الجنجيفا من وين بتيجي، أوكي؟ فاهمين؟ اللتة من وين بتجي لها إنرفيشن مهم. طيب اللي بدنا نحكي إنه المكزيلا الكورتيكال بون فيري ثين وبيرفوريتد، ف شو اللي صاير؟ النيرف لما دخلوا جوا كان عشان مخزق هذا وكورتكس هذا طلع من جوا لبرا نهايات النيرف وين راحت؟ على الجنجيفا تمام؟ على اللتة جنب الأسنان هدول وضحت؟ من برا نفس العصب بكالي من نفس العصب بتخدر من جوا. نعم. فإذا خدرت معناته أعطيت بلوك أنا هون قبل ما يدخل النيرف مشان كل الإشارات العصبية تتعطل صح؟ بطل يصل كله بتخدر هذا صح؟ هذا بلوك. بصير إنه الأسنان تخدروا الإيت والسيفن والديستوباكال أند باليتال روتس أوف ذا فيرست مولار أبر مولار زائد الجنجيفا اللي هون اللتة بكالي بكالي وليس ايش؟ بلاتالي. من فوق نقول بلاتالي اوكي؟ تحت خلينا نحكي لينجوالي. مش درسنا في الانترودكشن هيك؟ وضحت؟ هاي ثبتوها. بس في المكزيلا المندبل ما بيكون هيك، لانه المندبل الكورتكس خميل. ما بيطلعش من جوا لبرا. وضحت؟ هاي نقطة. خلصنا ايش؟ الايش؟ الباستيريال سوبيريال الفيولار نيرف. تمام؟ خلينا نكمل وين؟ نفتح العين الاوربت هاي الباستيريا. طيب قطع اذا جاك سؤال قطع اذا بده يقطع من بتيريجو بالاتاين فوسا لوين؟ للانفرا تمبرال فوسا صح؟ الاوتوبيروزيتي وين موجوده؟ الفرامل في الانفرا تمبرال فوسا. فبده يقطع ايش؟ البتيريجو ماكزيلاري فيجر صح؟ البوابه كلها من جوا لبرا من بتيريجو بالاتاين لايش؟ الانفرت امبارادوكس. اذا جاك شيء خادع هيك في الامتحان. طيب خلينا نكمل ايش؟ هذا كثير اسمع هذول محاضرتين اليوم بكره هم اهم شيء. وين التندم؟ هذا التندم صح؟ طيب خلينا نكمل. هو كان تيرجو خلصنا من تيرجو بالاتاين فوسا اعطاني الجانجلون والبرانشز صح؟ واعطاني ايش؟ باستيريال سوبيريال انجلر نير. طيب هلا هون دخل اوب
هذا دخل بعد ما عطى الجانجلون بعد ما عطى الباستيرازو دخل وين على الفلور اوف ذا اول ما بيدخل بده يعطيني شيء اسمه زيجوماتيك زيجوماتيك على طول زيجوماتيك نيرف الزيجوماتيك نيرف بدهم ينقسموا لجزئين شو هم في عندنا فتحه هون زيجوماتيكا اوربيتا بتفتح لي هون برا من جوا ايش هذا زيجوماتيك اوفيشال و من هون التمبل من ورا زيجوماتيكو تمبورا فبيعطي هيك هون جوا في فتحة في الانفرا تمبورال فوسا صح زيجوماتيكو فيشل هاي زيجوماتيكو تمبورال زيجوماتيكو فيشل نيرف وزيجوماتيكو تمبورال نيرف وضحت؟ طيب ليش هذا؟ عشان يعطيني الإحساس وين طلعوا وين الزيجوما؟ الزيجوما أعلى إكشي أكتر إشي بروميننت صح؟ هاي زيجوما يعني الإحساس هون وين؟ بين الزيجوماتيكو فيشل هيها طيب زيجوماتيكو تمبرال وين؟ تذكروا حكيت لكم هون هيها هون والمكان وين؟ التمبل هاي تمبل هذا كله تمبل بسموه يعني زي عند تمبرال فوسة هذا المكان التمبل اللي ما في شعر شايفين؟ هذا الإحساس من وين؟ زيجوماتيكو تمبرال اللي له شعر هون إشي تاني تمام؟ يعني زي جوما هون طب هون لا هون لا هون لا هون بعدين بده يصير انفرا اوربيتال فور ايفن فاهمين بعدين انا بكمل فاهمين فبدك يكون عندك اعرف انت الاحساس اللي هون هاي الاحساس اللي هون وبتطلع لوين لهون صح هذا كله هذا الاحساس زي جوما زي جوماتيكو فيشل اي بحس زي جوماتيكو من وين من المكزيلري اول ما دخل وين على طيب وين بيمشي بعدين هذا بعدين اول بس بيعطي زي جوماتيك بصير اسمه infratemporal nerve ليش؟ خلاص دخل في السلكس هون في سلكس تذكروا مش عارفينه بالامتحان مش مبين هذا السلكس هي سلكس سلكس وين بيفتح؟ صح قناة infraorbital canal وهذا ايش؟ infraorbital foramen نفس الجروف صح؟ ايش؟ نفس الجروف نفس الجروف سلكس هو جروف يس سلكس في جروف يس تمام؟ فبيمشي هون هلا لما دخل هون الانفرا اوربيتال نيرف اللي هو شو الانفرا اوربيتال نيرف اللي هو بقايا المكزيلاري نيرف لما تخلص لما اعطى الجانجليون ولما اعطى الباستيريو سوبيريو الجولار نيرف ولما اعطى ايش زيجوماتيك خلص صار اسمه انفرا اوربيتال انفرا اوربيتال نيرف صار انفرا اوربيتال نيرف دخل في ايش في السلكس هون بعدين دخل في قناه وهو داخل القناه infraorbital canal وهو جوا السلكس كمان بيخترق العظم هون مرات هو بالجروف ومرات بالقناة ومرات بالجروف وبالقناة بس عادة الانتيرير هو بالجروف مش مش مش, مش هذا اللي راح امسكه ماشي بالقناة تمام بيعطيني ايش ميدل سوبيريور الفيولار نيرف الميدل سوبيريور الفيولار نيرف يعني وين بيخترق العظم صح وبروح طبعا في ساينسز ما في مكزيلر ساين مكزيلر من ورا من وين بيجي من الباستيريا من الميدل ومن الانتير فاهمين المكزيلر ساينس من وين بيجي من الباستيريا ومن الميدل ومرات من السوب من الانتيرير سوبير الجولانير تمام منطقه الايش ساينس مكزيلر ساينس بيجيب منهم يعني عشان تعرفوا هاي معلومه بس اوكي احنا نحكي اليوم نركز على الاسنان دخل عليهم ايش دخل عليهم تذكروا الفرامل اللي هو واعطاني هذا هاي هذا التالي مفروض هاي سابع وهاي جزء من تمام من وين من الباستيريا سوبيريو عرفنا من وين اجى طيب هاي الانفرا اوربيتال نير في القناه وفي الجروف بيعطيني جوا كيف بينزل فهمتوا كيف بيخترق العظم بينزل في قنوات جوا في قنوات وين بروح
على وين؟ على هذا ميزو بكر وعلى بريمولر. إذا هذا مبين سكن بريمولر وفيرس بريمولر مش شايد سكن هاي ميد لاين، هذا سوا واحد اثنين هاي ثلاثة، معناته هاد وهاد والميزو بكر. هذا إيش؟ ميدل سوبيريور ألفيولر نيرف. وضحت؟ وين بيروح؟ بينزل وبيخترق وبيعطيني انرفيشن، احساس لمين؟ للاسنان اللي راح نخلعهم واللي راح نخدرهم، اللي هم الميدل سوبيريور الفيولار نيرف. فالميدل سوبيريور الفيولار نيرف بيعطوني الميزوباكال اوف ذا سكس، السكند بريمولر اند فيرست بريمولر، زائد الجنجيفا اللي هون. ليش؟ لانها نفس الشيء. وضحت؟ تمام؟ هلا من جوا العظم بيطلع لبرا العظم، فبعطيني اللت احساس بقالي. واضح؟ يعني في عندكم اشي هيك حاسة مش مستغربين؟ سهل كثير. يعني من جوا نزل قنوات على الاسنان، صح؟ طيب، ولما هو هون في المنطقة الامامية كمان جوا العظم، جوا العظم بيروح وين؟ anterior superior alveolar nerve. بعطيني واحد واثنين وثلاثة. فالanterior superior alveolar nerve بيطلعوا من وين؟ من القناة، من جوا القناة بينزلوا. والmiddle superior alveolar nerve نفس الشيء بينزلوا من القناة، قنوات، قنوات جوا العظم وبروح على الأسنان. الباستير عرفنا من وين أجا، تمام؟ آخر بس يعطي القنوات جوا، آخر شيء بيطلع إيش؟ نيرف صغير تيرمينال انفرا اوربيتال اسمه. وكثير بيقولوا له انفرا اوربيتال، بس بدك تفهم انفرا اوربيتال هو مسمى من قبل لسه، اوكي؟ هذا مرات يسموه تيرمينال انفرا اوربيتال نهايته. طب التيرمينال انفرا اوربيتال شو بيعطيني؟ بيطلع برا اوت اوف بون، مش طلع برا البون، شو بده يعطيني؟ السوفت تيشو اللي برا، شايفين؟ الهاف اوف ذا ليب احساس وجزء من انف، وهون هذا هاي المنطقة الانفرا اوربيتال. ما بنصل زي جوماتيكو فيشل هون، صح؟ يعني صار عندي احساس هاي النص هون ونطلع هون، هون هون شو عندي هون؟ اوفثالميك، صح؟ شفتوا؟ وبعدين ايش؟ وهون لسه انفرا تروكليا. لما نعمل هون اللور انفرا اوربيتال، اللور ايليد وانفرا اوربيتال هون، صح؟ وهاي انفرا اوربيتال. الليب كمان بتعطيني الليب، وشوي من بكر، مش بكر بكر هون، هون انفرا اوربيتال. وهون بيطلع ايش؟ زيجوماتيك، وهون زيجوماتيك وتيمبورال. فهذا كله ايش؟ كله هذا الماكسيلاري نير، فاهمين؟ وعطاني الاسنان واللتة من برا بقلي ومن قدام سميها الليب يعني، صح؟ وضحت؟ طيب ضل نقطة صغيرة، تتذكروا لما كنا في الجريتر بالاتاين في الجانجليون، في الجانجليون مش كان عندي جانجليون الكرة السحرية؟ شو الكرة السحرية نزل منها؟ اشي مهم مين؟ جريتر بالاتاين نيرف. وين بطلع؟ على الجريتر بالاتاين فوريمن. وفي عندي واحد بيخترق سفينو بالاتاين، صح؟ بدخل في النيزل كافيتي وبيمشي وبينزل من وين؟ انسايز. خلينا نتفرج. طلع هاي، خلص خلصناها. هاي بيطلع واحد من هون، وطبعا في عندي واحد من هون، صح؟ وتنين بيطلعوا مع بعض، تنين باعتبار مع بعض من فتحة واحدة، اوكي؟ هذا شو بيعطيني؟ هذول راح يعطوني انيرفيشن لمين؟ للجنجيفا من وين؟ باليتالي. فهمتوا؟ فهمتوا؟ فراح يعطيني الجريتر بالاتاين، بدي يعطيني الثامن والسابع والسابع، طبعا في ليسر بالاتاين بيعطي السوفت بالات، ما قلناش فيها، سوفت بالات. عندنا الليسر والجريتر اللي احنا مهتمين فيه الجريتر. فالجريتر بيعطيني الثامن والسابع والسادس وخامس ورابع، بوقف بين الثالث هيك باعتبار، بين الثالث والرابع. اما النيزوبالاتاين بيعطي الثالث والثاني والاول، وطبعا لانهم بتخدروا الاثنين مع بعض بيطلعوا، فبيعطي كمان الاول والثاني والثالث في الجهه الثانيه، صح؟ عشان هم الاثنين مع بعض، لما نخدر الاثنين بتخدروا مع بعض. لما نعطي هناك عند الانسايسيف ما بنقدر نخدر واحد بعد، لا اما هون بقدر اخدر واحد لحد بدون هذا، صح؟ والجهه الثانيه بكمل ليش؟ من الثامن لمين؟
ايش اللت اللي هون لوين لحد الميد لاين، فاهمين؟ يعني مش بس كلها هيك، وراح تلاقوا رسومات، وفي محاضرات رسومات مبينه. يعني يا دكتور طلع وين وين وصلنا بعد كل المعلومات؟ اذا بدي اخلع الخامس شو بدي اعمل؟ بدي اخلع الخامس، يعني راح ينتش العصب بتاعه صح، الالفيولر، وراح اللت من برا تنمزق صح محل ما فيها التاج ماسك، ومن جوا كمان صح. فبدي افكر الخامس بدي اخلعه، يعني بدي اخدر الميدل سوبيريال الفيولار نيرف، وشو بدي اخدر كمان الجريتر. طب بكلي هو بكلي جاي من الميدل سوبيريال الفيولار نيرف، فهمتوا؟ هذا هو التصور تاعك للايش عشان الخامس اللي بدي اخلعه، فهمتوا؟ عندي هون بدي اجرح جرح صغير في اللتر، في اللتر، في اللتر بدي اجرح جرح صغير، بدي اي مشان افتح مدي ايش بعمل بس كريتر فقط، لاني مش داخل على العظم، لان هو ما بيعطي العظم، واضح؟ هو بيعطي الجنجبا. فانا بكره بدي اعمل تسوس، بفكر انا طب مش لازم بدي اعمل تسوس من هون وانا بعيد عن الجنجبا، مش راح اخذ، ليش اخذ الكريتر فقط؟ مين بتوجع اصلا من جوا بالابره من بلاتاني مؤلمه، بعطي بس ايش لل يعني للالفيولار نير، فهمي علي كيف؟ حكيت بدي احط تسوس، لا بس بدي احط وجه، تعرفوا هذول اللي بحطوهم بين اسنان علتهم هم بيوجعوا، يعني لو بدي احفر السن بس بدي احط هون وجز وتاب بحطهم بين اسنان بضغط على اللتة، لازم اخدر اللتة لانه هذول بيوجعوا. اذا احط الربر دام، تعرفوا ربر دام هذا بضغط على اللتة، لا لازم اخدر اللتة كمان، هيك بكون بحسابي، فاهمين؟ بدي اعمل تسوس سطحي هون او تسوس هون بدون ما اصيب، بدي اسحب عصب لازم الالفيولر يتعطل، فاهمين؟ هذا هو التصور تاعنا، كيف بدنا نخلع، كيف بدنا نحشي، كيف بدنا نعمل، فاهمين؟ فالالفيولر سهل، فالموضوع اللي بتفكروا صعب وكثير سهل، ونظمت لكم اياه تنظيم، وفي عندي محاضرات فيهم بتقدروا تحضروهم، في هيك وبهذا الشكل وبهذا الشكل، وبدكم نراجع بنراجع كمان مره مع بعض. فسهل جدا، احنا عرفنا كيف الباستيريا، وفي عندي ميدل، وفي عندي الانتيريا، وفي عندي اخر شيء ايش التيرمينال، التيرمينال انفرابتر بيطلع برا على السوفت تيشو، ما له دخل في البون، طلع برا برا القناه خلص، شو بدك فيه؟ طلع برا العظم، ايش راح يعطي شيء؟ اللي في العظم شو في عندنا؟ عندنا الاسنان موجوده في العظم، فالنيرفز اللي بينزلوا الالفيولار نيرف، الباستيريال عرفنا كيف اجا صح، بس الميدل والانتيريا تقريبا من نفس المكان، من القناه اللي جوه بينزل كله جوا العظم، جوا العظم كل العظم ها بيخترق بخط، يعني من اي من جزء من العظم بنلاقيهم ايش قنوات رفيعه نازله منها ايش النير. كمان مره من البلاتال، في عندنا الجريتر بلاتال، الجريتر بلاتال والنيزو بلاتال، واحنا بنعرف اصلهم، هم اصلهم من مجزله النير، مشان هيك هذا سميناه مجزله النير. يلا خلص تمام، يلا.